الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده لمن أطاعه وشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين ولي المتقين، شهادة حق وصدق أدخرها ليوم لقائه ووعده. رب صلي وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم من مخالفة أمره ونهيه. كيف لا وهو الذي نادانا وإياكم والناس أجمعين، فقال جل من قائل سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وخصنا إخوة الإيمان بوصية التقوى فنادانا جل في علاه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أحينا على الإيمان، قولوا آمين. وأمتنا اللهم على الإسلام. يا كرام، وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم: أن قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أوصيكم بها. ثم أما بعد، معشر الموحدين، سؤال افتراضي نعيش وإياكم معه في ظلال هذه الخطبة. هذا السؤال يأتي في مكان وزمان وحال ينبغي للمسلمين أن يعيشوا معه وأن يستذكروه وأن يفترضوا هذا السؤال قائلين: لو كان بيننا محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان بيننا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في هذا المكان أو في هذا الزمان أو في هذا الحال الذي تحياه أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، كيف كان سيتعامل النبي الكريم مع كل أحداث تحيط بأمته، تحيط بالمسلمين في مشارق الأرض أو مغاربها، في شمالها أو جنوبها؟ كيف كان رسولنا سيتعاطى مع الحدث الجلل الذي تعاطى معه العالم كله، الإساءة لهذا النبي الكريم، نبي الرحمة الذي أرسله الله رحمة للعالمين، للمؤمنين وللكافرين، للإنس وللجن، للملحدين الوثنيين ولأهل الكتاب مسلمين أو نصارى أو يهود أو غيرهم؟ لو كان بيننا صلى الله عليه وسلم، فأي مشهد يمكن أن نتخيله لهذا النبي؟ كيف يمكن أن يتعامل النبي الكريم؟ فإن تخيلنا المشهد وتوقعنا ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله يكون الجواب الكبير على السؤال الذي يطرح في هذه اللحظات: كيف نتعامل مع هذه الأحداث؟ كيف نتعامل مع هذه الإساءات؟ كيف تكون أفعالنا أو كيف تكون ردات أفعالنا؟ الجواب: تعالوا بنا نستحضر مشهد أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بيننا. أكاد أتخيل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه العالي الكريم بيننا، ومقامه بيننا مقام الصدارة، مقام القيادة، شأنه شأن أي قائد، قدوة، أسوة تعرض بين يديه صبيحة كل يوم مجموعة من التقارير تقول له: هذه خلاصة نضعها بين يديك تلخص لك المشهد كاملا،
لتستطيع بعد أن تقرأ هذا التقرير اليومي أن تتخذ القرارات المناسبة وتضع النقاط على الحروف. أنت بصفتك القائد الحاكم القدوة، أنت بصفتك صاحب القرار، أنت بصفتك محل الثقة والاتباع، خلفك الملايين مئات الملايين يا رسول الله، هاك بين يديك تقارير مختصرة عن حال أمتك وأنت اليوم بيننا، فأفتنا يا رسول الله. فقد حارت بنا السبل، وحار بنا حكامنا، وحار بنا علماؤنا، يا رسول الله أفتنا في أمرنا لو كنت بيننا صلوات ربي وسلامه عليه. وهو حاضر بيننا بسنته، لكن لو تخيلناه بيننا جسدا يخطط ويفكر ويجيب عن أسئلتنا سؤالا سؤالا، لكأني برسولنا صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، لكأني بين يديه أنظر إلى النبي الكريم يقلب صفحات هذا التقرير. الصفحة الأولى من هذا التقرير أتت من مسلمين في فرنسا، تقول: يا رسول الله، جريدة صفراء مغمورة تنشر رسما مسيئا لك يا رسول الله. رسم هذا الرسم بيد رسام مغمور في جريدة صفراء، لكأني أنظر إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يتبسم ابتسامة صغيرة تنبئ عن ثقة بالنفس ومعرفة بالمقام الذي حظيه هذا النبي في السماء قبل الأرض، لكأني بنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهل ما زالوا يستخدمون هذه الأساليب الرخيصة؟ ما اكترث نبينا لمثل هذا الأمر كثيرا فوضعه جانبا. أعطوني ملف ثاني، أعطوني أمر يمكن أن أتحدث فيه أو أن أتخذ بشأنه قرارات. أنا محمد الذي أقسم الله بي فقال: لعمرك. وزكاني رب العالمين فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الملف الثاني يا رسول الله من ألمانيا. قبل عدة أيام شاب عشريني اسمه خالد إدريس باهراي، مسلم لاجئ في ألمانيا، جاء من أريتريا، أسود البشر، مقيم في مدينة دريسدن في ألمانيا، هذه المدينة التي أصبحت اليوم معقلاً لواحد من أشد الجماعات حقداً على الإسلام والمسلمين. عثر عليه صباح قبل عدة أيام مدرجاً بدمائه، مطعوناً في رقبته وصدره عشرات الطعنات. كان هذا صبيحة يوم ثلاثاء، وسبقه يوم الاثنين الذي اعتاد عليه أهل هذه الطائفة التي تسمى بجيدة للتظاهر ضد الإسلام والمسلمين في كل يوم اثنين، وتتعرض للمسلمين في أي مكان. خرج ليشتري بعض حاجياته، لم يعد، بحث عنه أصحابه وجدوه مدرجا بدمائه، لا شيء إلا لأنه من أتباعك يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. انظروا الآن إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان باسما قبل لحظات وهو يسمع أخبار رسم مسيء لشخصه الكريم. الآن أيها الكرام تخيلوا وجه النبي يتمعر حمارا وغضبا لدماء مسلم أريتري عشريني يقتل بصورة بشعة، لا لشيء إلا لأنه من أتباع محمد. أعطوني تقريرا آخر. يأتي هذا التقرير لرسولنا صلى الله عليه وسلم من تركيا، يقول: اغتيال في قلب إسطنبول نهارا جهارا عيانا للشيخ عبد الله بخاري العالم الأوزبكستاني
الذي فر هاربا بدينه من أوزبكستان بعد أن ضيق عليه إلى إسطنبول ليفتتح فيها 9 مدارس كاملة لتعليم الإسلام، ويخصصها ب9 لغات من لغات العالم، لكنها لغات خاصة بشرق أوروبا. يأتيه الطلاب من أوزبكستان وروسيا وغيرها من تلك الدول فيعلمهم الإسلام ليعودوا دعاة إلى الله عز وجل. ضاقت به أوزبكستان فشكته إلى روسيا، فأطلقوا بعض رجالات المخابرات الروسية لتطلق النار عليه نهارا في إسطنبول. تم إلقاء القبض على الفاعل واعترف أنه واحد من رجالات المخابرات الروسية. انظر الآن إلى وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لو كان بيننا لما رأينا إلا وجها صبوحا، لكنه احمر غضبا لدماء مسلم عالم من علماء المسلمين لم يكترث له أحد من العالم وما ذكره. يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، في مصر فرعون جديد، هكذا يقول التقرير، ليس أنا، يقول التقرير الذي جاء ليوضع بين يدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، فرعون جديد جاء إلى الحكم على ظهر دبابة، قتل الآلاف وحبس 10,000، يحاصر حاليا أهل غزة، قرابة 2,000,000 مسلم يا رسول الله، لا ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا غذاء، يمنع عنهم كل شيء، بل ويهجر أهل سيناء ليخلي الأرض لليهود ويحفظ أمنهم، وقد صرح بذلك. قال فيه بعض علماء المسلمين أنه رسول من عند الله عز وجل، أنبي بعدك يا رسول الله. وقال فيه بعض قسيسين نصارى أنه ملاك مرسل من السماء، وأن المسيح قد حضر عندما حضر هذا البغي قداسا في رأس السنة الميلادية. حاليا يا رسول الله يدعو لثورة دينية تطهر الإسلام من نصوص مقدسة، تدعو لقتل الناس جميعا، هكذا يقول يا رسول الله عنك وعن الكتاب العظيم الذي جئت به رحمة للعالمين. وقد زاره رئيس المؤتمر اليهودي العالمي يا رسول الله قبل أيام ليبارك هذه الثورة المجيدة، ويدعو علماء العالم لأن يقتدوا به، لا أن يقتدوا بك يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يزداد تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل عن حبيبتيه اليمن والشام، فيأتيه التقرير قائلا: أما اليمن فميليشيات طائفية يا رسول الله، شعارها الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وقد بدأت الحرب تجاه أمريكا وإسرائيل بتدمير كل دور القرآن في اليمن. أما الشام يا رسول الله فتعرف حالها، ما زال طغاتها يربضون على جماجم 250,000 مسلم في شامنا ليحفظوا كراسيهم. يسأل رسولنا صلى الله عليه وسلم من جاءه بالتقارير: أين علماء أمتي؟ أين الحق الذي ينطقون به؟ أين رجل كحمزة سيد الشهداء يقوم لحاكم ظالم جائر يأمره وينهاه؟ فيأتيه التقرير يقول: يا رسول الله، نعتذر منك، فعلماؤنا ما زالوا يتباحثون للمرة المئة أو قل إن شئت 1,000,000 في حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية أو حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هم مشغولون يا رسول الله بمثل تلك القضايا وما زالوا، ولعل بعضهم سيبقى على هذه الحال. يسأل رسولنا صلى الله عليه وسلم: ماذا عن باقي بلاد المسلمين؟ نقول: لا شيء، كثير، تعطيل لشرعك وابتعاد عن سنتك يا رسول الله. رسول الله، ها قد وضعناك في حال أمتنا، فمن أين نبدأ يا رسول الله؟ ما رأيك يا رسول الله أن نحرق كل جرائد الدنيا انتقاما لشخصك الكريم صلوات ربي وسلامه عليه؟ من أين نبدأ رسول الله؟ سيقول رسول الله: ضبوا هذه التقارير وضعوها جانبا،
ألم أقل لكم يوما في ذاك الحديث الذي جاءكم وسمعتموه مرارا أن توشكوا أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ ألم تسألوني يومها يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ ألم أقل لكم بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل؟ ألم أقل لكم يومها أن الله عز وجل ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن؟ ألم تسألوني ما الوهن؟ ألم أجبكم أن الوهن هو حب الحياة وكراهية الموت؟ يجيبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم يفتينا في حالنا وفي أمرنا يقول: أما سمعتم حديث العرباض بن سارية؟ وصيتي لكم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أما أتاكم عن خليفة عمر يخاطب أبا عبيدة: يا عبيدة، يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أما وصلتكم كل هذه الرسائل يا أمتي، يا أمة محمد، يا أمة القرآن؟ ابدأوا من حيث أنتم، ابدأوا بأنفسكم، عودوا إلى ربكم، استغفروه وتوبوا إليه. لا أقول اتركوا عدوكم، لكن عدواً باطناً في نفوسكم بدأ. ما هو يا رسول الله؟ لقد قلت لكم: حب الدنيا وكراهية الموت. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعه. عباد الله، اتقوا الله واتقوا النار ولو بشق تمرة، وصية الحبيب محمد رسول الله. أما بعد، أيها الكرام، حبيبنا صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نرتب أولوياتنا، يريد منا حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا أن نواجه الأعراض بل أن نواجه الأمراض. نعم، يريدنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن نلزم قول ربنا جل في علاه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يريدنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا أن نواجه من رسمه صورة سلبية بيده. يريدنا قبل هذا أن نغير أو أن نواجه من رسم صورة سلبية لرسولنا بعمله. هناك من رسم النبي الكريم رسومات بشعة من شبابنا، من فتياتنا، نحن أيضا من شيوخنا، من علمائنا، من حكامنا، كل أولئك رسموا صورة لا تليق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنظر غيرنا، وأقول هذا ليس مبررا لذاك العدو الطاغي المجرم، لكن عدونا نظر إلى صورتنا فرسمها، رسم ما يرى من بعض المسلمين من ترك لسنة محمد الذي يدعون حبه واتباعه ويريدون أن يفدوه بأرواحهم وأموالهم وأولادهم وأوقاتهم. هذا الذي يريده حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وها هنا يسأل سائل فيقول: أمثل هذا الرد يوقف تلك الرسومات وتلك الاستهزاءات؟ نقول: بالطبع لا. والجواب حتى نكون على يقين: لن تتوقف تلك الرسومات إلى يوم الدين. ذاك الاستهزاء لن يتوقف إلى يوم الدين، حتى لو قامت دولة الدين، حتى لو أصبحنا كلنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختصر الله تعالى على نبيه الكريم هذه المعادلة: إن كفيناك المستهزئين، اتركك من المستهزئين، انشغل بدينك، اعمل لدعوتك، ابني حضارتك، أوصل دعوتك إلى العالمين،
نحن كفيناك المستهزئين. لا أقول تركوهم بل نواجههم، لكن أعظم مواجهة أن نعرض عنهم وننشغل بأنفسنا، بأزواجنا، بأولادنا، ببناتنا، بعلمائنا، بحكامنا، بواقعنا الذي نعيش، فنعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم كأنه بيننا، فنتبع دينه وشرعه ونلزم سنته. نعم، بنفس الوقت نواجه أولئك، لا من باب أننا سنغيرهم سيأتي غيرهم، بل من باب معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. دعوهم أيها الكرام وغذوا الخطى باتجاه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لسان حالنا وحالكم، كم من لئيم مشى بالزور ينقله، لا يتقي الله، لا يخشى من العار، يود لو أنه للمرء يهلكه ولم ينله سوى إثم وأوزار. فإن سمعت كلاما فيك جاوزه وخل قائله في غيه ساري. فما تبالي السماء يوما إذا نبحت كل الكلاب وحق الواحد الباري. وقد وقعت ببيت نظمه درر قد صاغه حاذق في نظمه داري. لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. انشغلوا يا أمة محمد بمحمد، لا بمستهزئين بمحمد، انشغلوا بدين محمد، بدعوة محمد، بشرع محمد، بسنة محمد، بكتاب محمد، بأبنائكم، جيل محمد. أعظم رد على كل من آذى محمدا ودينه، يا ربي صلِّ وسلِّم على سيدي وقائدي وقدوتي محمد، وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيب الدعوات، إني داع فأمن، ربي اغفر وارحم، اللهم تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. مولانا رب العالمين، في هذا اليوم العظيم، في هذا المكان العظيم، في هذه الساعة الطيبة المباركة، لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مظلوماً إلا أنصفته، ولا ظالماً إلا قصمته، ولا مجاهداً إلا نصرته، ولا داعية إلا وفقته، ولا معتد طاغية مستبد جائر إلا دمرته، ولا عدوا متربصا ماكرا إلا دمرته. رب العالمين، أبرم لنا لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء همومنا، وذهاب أحزاننا، ونور صدورنا وقلوبنا وعقولنا. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. مولانا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، كل إخواننا في بيت المقدس عونا وناصرا ومعينا، كل المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس عونا وناصرا ومعينا، ثبت قلوبهم واربط عليها يا رب العالمين، اجمعهم على أتقى قلب رجل واحد منهم، كلهم عونا وناصرا ومعينا، امكر لهم ولا تمكر بهم، عليك بعدوك وعدوهم وعدونا من اليهود الغاصبين وأعوانهم في بلاد المسلمين. اللهم رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، يا الله يا الله، احقن دماء المسلمين في كل مكان، وردهم جميعا إلى دينك ردا جميلا. مولانا اجعل بلدنا هذا سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين، وفق ولاة أمورنا لتحكيم شرعك وانتهاج سنة نبيك والجهاد في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير، وأنت أخي أقم الصلاة.